مش نختمه للأسف بخبر حزين وطنيا، الساحة الثقافية وحتى الساحة الإعلامية لأنها أيضا صحفية وزميلة وصحفية، كانت صحفية تونسية شرسة في مدافعتها على القضية الفلسطينية. ونعرفك باش تبكي فاطمة كراي، لكن سامحني ما نجمش ما نقولهاش. وكانت من أفضل الصحفيين في فينانشال تايمز. زينب فرحات تغادرنا الليلة الله يرحمها. في أسوشيتد بريس في فينانشال تايم كانت تدخل على الرئيس عرفات، وكانت هي صوت الثورة الفلسطينية، وكانت تفرض على الجريدة فينانشال تايمز. نتذكر أنا وقتها لأن قرأت معايا في معهد الصحافة وهي سبقتني، بالرغم اللي زينب بنت الثقافة راهي عاملة ثقافة، لكن هي في الثورة الفلسطينية قبلت البلاء الحسن. وأنا نتذكر أني مرة حوار معناها تصدر في جريدة أمريكية لأبو إياد، وانت تعرف ابو اياد سانكسيوني معناها انسان ما يحبوش معناتها والكل، وفرضته. الله يرحمك يا زينب بكاهو. الله يرحمها. الله يرحمها زينب فرحات. كانت مسرحيه، كانت صحفيه مدافعه شرسه، كانت تدافع برشا على حقوق المراه. كانت زينب فرحات طبعا مع رفيق دربها توفيق الجبالي اللي نقدم له تعزيه الحاره جدا، صديقي توفيق الجبالي. صبرت برشا وعانيت برشا. اسامه فرحات طبعا صديقي. اسامه فرحات اللي كنا بالتليفون قبل بدقائق ملي ندخلوا لهنا ومتفاعل مع القضيه الفلسطينيه وغيره، تعازينا الحاره للساحه الثقافيه للساحه العالميه. تعازي لبنتيها اثنين سورتو شامه، ولكن نحب نقول انا قبيله وما زلت ما علمتش. وقت اللي نحكي على اسوشيتد بريس وقت اللي ضربوها معناها باش نقول لكم على زينب فرحات، ومن بعد قلت ربي يشفيها وكاو خاطر نعرف اللي هي مريضه. الله يرحمها وكاو. الله يرحمها. كلمة كانت كل أسرتها، أسرتها الثقافية وأسرتها العائلة الضيقة، وهي صديقة صديقة العائلة. أنا ربي يرحمها ويصبر أهلها إن شاء الله. الله يرحمها. الله يرحمها زملائها. أنت كنت يرحمها ويرحم صفية أيضا. يرجعون بعد شكورك، هم السابقون ونحن لاحقون، وإن لله وإن إليه راجعون. إن الله يرجعون. بدر الدين الله يرحمها ونعزوا العائلة الثقافية والفنية والصحفية وعائلتها، وربي يتقبلها برحمته الواسعة. الله يرحمها. وسنشتاق إلى ضحكتك وإلى الأمل اللي تبث فيه معناها في أحلك فترات الثورة الفلسطينية، ولا في ضرب العراق ولا غيره. معناها كانت تبتسم، كانت مقبلة على الحياة، كانت تطمن، كانت أنا غالبك عائلتها الضيقة، رجاء فرحات أخوها، توفيق جبالي زوجها، أسامة فرحات كذلك البنات زادة ربي يفضلهم، بناتها. احنا مبرمجين غدوة كنا باش يكون بلاتو ثقافي الثقافة ودور المثقفين في المقاومة في الانتفاضات العربية، وكانت من الناس اللي برمجنا باش نكلموها، تمنينا تكون لاباس باش نتصلوا بها، روحها باش تكون موجوده معنا. شاءت الاقدار انها تترجل في فتره كما الفتره الحاليه. وكما قلت انت فاطمه، كانت من المناصرات القليلات، كيف كانت الناس تسكت وكيف كانت النساء تخاف باش تحكي في قضايا كبيره من نوع هذا. كانت رجاء فرحات ما تعرفوش معناها الصحافه التونسيه كيفاش كان زينب فرحات طبعا معناها في ضربة حمام الشط مثلا، في ضربة حمام الشط لقينا روحنا معناها في دار الانوار. نتذكر وقتها عندك كيفاش قيادة فلسطينية موجودة هنا، واحنا ناخذوا من عند زينب فرحات اللي هي تبعت لاسوسيتي بريس ولا غيره، والصحافة التونسية معناتها محكوم فيها ولا غيره ما يهمناش. معناتها بالنسبة لهم وكأنه السلطة الفلسطينيين ابعدوا عليهم وكذا. وكنا احنا اسسنا وقتها جيل اللي اسسنا اللقاءات مع القيادات الفلسطينيه، ما ناخذوش من الوكالات الاجنبيه بما انهم هما بين ظهرانينا، معناها يلزمنا احنا نتصلوا بهم، يلزمنا نشوفوا وياخذونا وقتها معناتها الصحافه الاجنبيه وغيرها. وهي كانت قلت لك عامله ثقافه، هي ما عندهاش علاقه بالسياسه، ولكن من اجل الثوره الفلسطينيه. لو تشوفوها في بيروت شنو اللي عملت وقت اللي هزوا مسرحيه مع المسرحيات، وتقابلنا في الطياره وقتها، وكنت انا في بيروت في حاجه اخرى وهي كانت في مهرجان ثقافي. معناها الله يرحمك يا زينب بكا، نجمش نقول حاجه اخرى. الله يرحمها. الله يرحم زينب فرحات، ربي يصبر عائلتها.